كنت في زيارة لإيران في تقريبا نهاية شباط 2014 بعد أن عدت الولايات المتحدة، زيارة رسمية، كنت رئيس البرلمان. زارني أحد القيادات الإيرانية المهمة في الفندق وقال لي إذا لم تتفاهم مع المالكي ستسقط مدينة الموصل. قلت له هذا الكلام غريب، حقيقة دهشت يعني من الخبر. قال هذا الموضوع، إذا تفاهمت مع المالكي ممكن أن تنجو الموصل، وإذا لم تتفاهم ستسقط الموصل. هذا قبل سقوطه بأربعة أشهر. هذا كان تهديد أم كان قراءة أمنية عسكرية؟ أنا حقيقة بعد اللقاء مباشرة كان معي شخص، منذ خرج المسؤول الإيراني قال هذا تهديد مباشر لك. يعني واضح اللغة كانت بهذا النوع. فيعني هذه مقدمات. يعني جاء أمر انسحاب قوات الجيش، القوات العراقية، قوات العراقية في الموصل لم تقاتل، انسحبت. وليس فقط القوات الجيش الفاسدة التي كانت منخورة بالفساد، ولكن هناك قوات وحدات مكافحة الإرهاب قوية جدا، وهي الآن تقاتل في الرمادي ومناطق الأخرى، كانت موجودة في الموصل أيضا. جاءها أمر سياسي بالانسحاب وانسحبت ولم تدخل المعركة. يعني كان هناك نوع كأنه اتركوا الموصل لمصيرها فلنعاقب هؤلاء الناس.